جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. تحديد موعد 17 من يناير لانعقاد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن. وبعد نجاح القوات الجنوبية في شل قدراته تنظيم القاعدة الإرهابية الجأ لشن حرب بالعبوات الناسفة ضد القوات الجنوبية في شبوة وأبيان. مصادر إعلامية تكشف عن نية ميليشيات الحوثي لإطلاق سراح نحو 25 ألف سجين من الجماعات الإرهابية مقابل انضمامهم لجبهة القتال. أهلا بكم. شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري موقفها الثابت ودعم لمجلس القيادة الرئاسي لتوجيه الجهود والقدرات كافة لمواجهة الخطر الحوثي. وشددت الهيئة على ضرورة التنسيق والتوافق المسبق المتعلق بالتحرك الدبلوماسي الخارجي وعدم انفراد طرف واحد بهذا الشأن. وطالبت الهيئة في اجتماعها كذلك رئاسة الحكومة بتوجيه موارد الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتأهيل البنية التحتية للخدمات ودفع مرتبات المواطنين والقوات العسكرية والأمنية في جبهة القتال. حي اجتماع اللجنة الإدارية ورؤساء اللجان الفرعية لتحضيرية المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين النجاح الباهر الذي شهده انعقاد اللقاء التشاوري لصحفيي وإعلامي العاصمة عدن باعتباره تجسيدا حيا لدور مدينة عدن الحضاري وريادتها الإعلامية. وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأول وأقر يوم 17 من يناير القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن. وهب الاجتماع بالصحفيين والإعلاميين بأن يجعلوا هذا الحدث تظاهرة إعلامية جنوبية تجسد روح التلاحم وتعاضد بين الصحفيين والإعلاميين. شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر لتزويد العاصمة عدن بمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تساوي 120 ميجا. وتشمل الاتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة، بالإضافة إلى عدد من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات بين الطرفين. ويعتبر المشروع أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث سيعمل على تقليل كلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار وكذلك الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر تقليل من الانبعاثات الكربونية. ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقية بمتابعة حثيثة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ووقع الاتفاقية وزير الكهرباء ومحافظ العاصمة عدن، ومن الجانب الإماراتي المهندس فواز المحرمي بالإنابة عن الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر. لجأ تنظيم القاعدة الإرهابي لشن حرب عبر العبوات الناسفة ضد القوات الجنوبية، وذلك بعدما شلت قدراته في شبوة وأبين خلال الأشهر الأخيرة. عقب خسارة تنظيم القاعدة الإرهابي لقواعده في المحافظات الجنوبية وطرد عناصره منها، صعد التنظيم مؤخرا من هجماته بالعبوات الناسفة لاستهداف قوة دفاع شبوة والحزام الأمني وشرطة محور أبين، وهي قوات لعبت دورا محوريا في دك معاقله منذ أغسطس الماضي. وخلفت هجمات تنظيم القاعدة الإرهابي 11 قتيلا ومصابا بصفوف القوات الجنوبية بحسب مسؤولين عسكريين. وخلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت سلسلة من الهجمات بالعبوات الناسفة تبناها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظتي شبوة وأبين عن استشهاد وإصابة 17 شخصا بينهم ضابط برتبة رائد. وتقود القوات الجنوبية منذ شهر أغسطس عملية السهام الشرق على وقع توعد تنظيم القاعدة بشن حرب عبوات وكمائن في المحافظة الاستراتيجية الممتدة إلى تخوم العاصمة عدن. وبحسب المتحدث باسم القوات الجنوبية فإن القوات ما زالت تواجه آخر وسائل تنظيم القاعدة ممثلة بحرب العبوات الناسفة،
واعتبر المسؤول العسكري حرب العبوات للقاعدة أنها وسيلة لا تشير في حال من الأحوال لدخول تنظيم القاعدة مرحلة جديدة من النشاط العملياتي، بقدر ما هي ردة فعل غير مجدية جراء خسارة التنظيم معاقله ومعسكراته، وأكد أن تنظيم القاعدة لم يعد يمتلك أي بدائل حقيقية، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي لجأ لزراعة هذه العبوات الناسفة عن طريق خلايا متخفية، وهي خلايا يتم ملاحقتها وتتبعها من قبل قوات الجيش والأمن والحزام الأمني وأبناء القبائل والمجتمع. كشفت مصادر أمنية وحقوقية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستعد لإطلاق سراح نحو 25,000 من السجناء والمحكوم عليهم بقضايا جنائية مختلفة، بعضهم متورط بقضايا الانتماء لجماعات إرهابية مقابل المشاركة في جبهات القتال. شرط خطير من عصابات خطيرة بعيداً كل البعد عن الإنسانية وأصولها، ويعيد للأذهان جرائم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، حيث تستعد ميليشيات الحوثي الإجرامية وبحسب مصادر أمنية وحقوقية في صنعاء لإطلاق سراح نحو 25,000 من السجناء والمحكوم عليهم بقضايا جنائية مختلفة، بعضهم متورط بقضايا الانتماء لجماعات إرهابية مقابل المشاركة في جبهات القتال بعد التنصل من الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الماضي. ونقل موقع نيوز يمن الإخباري عن المصادر قولها إن نزلاء السجون الواقعة تحت إدارة وإشراف ميليشيات الحوثي في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أجبروا على حضور دورات ثقافية ومحاضرات دينية متطرفة ألقاها رجال دين من ميليشيات الحوثي، وركزت تلك المحاضرات بشكل كبير على الجهاد وضرورة المشاركة في القتال وغيرها من المواضيع التي تستغلها الميليشيات للتغرير بالمواطنين ودفعهم للانخراط في صفوفهم. المصادر أكدت كذلك أن الميليشيات الحوثية تستغل السجناء عبر مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، حيث قامت المصلحة بنقل 25,000 سجين إلى النيابات والمحاكم في مناطق عدة تحت سيطرتها تمهيدا لإطلاق سراحهم بعد أن أبدى السجناء موافقتهم المسبقة على الانضمام لصفوفها. وأوضحت المصادر أن الأطفال غير البالغين المتواجدين في مصلحة الأحداث لم يسلموا من تلك المحاضرات التي تدعو إلى عملية التجنيد والانخراط في جبهات القتال، وأشارت إلى أن الميليشيات وبعد إخضاع السجناء للمحاضرات تقوم بفتح التجنيد مقابل إيهامهم بإطلاق سراحهم فور عودتهم من جبهات القتال. هذا وسبق لميليشيات الحوثي الإجرامية أن أطلقت حملات استهداف وتجنيد سابقة بحق مئات من السجناء والمعتقلين في مناطق سيطرتها بزعم العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم بالقتال معها. زارت اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة من المجلس الرئاسي الأجهزة والمنشآت الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن والشرطة في محافظة حضرموت الوادي والصحراء، وشملت الزيارة المواقع والمنشآت التي زارها أعضاء اللجنة قيادة إدارة الأمن والشرطة وفرعي قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وفروع مصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والدفاع المدني والإصلاح والتأهيل وإدارات البحث الجنائي وإدارة أمن مديرية سيئون. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بدور مؤسسة حضرموت في خدمة الثقافة والمعرفة والتراث الديني والأدبي ورعاية المواهب والإنتاج الإبداعي، وجاء ذلك خلال استقبال العليمي وفدا من مؤسسة حضرموت للثقافة برئاسة المهندس عبد الله بقشان الذي عرض مسار تنفيذ مشروع المصحف اليمني الأول الذي شارك فيه 40 خطاطا من مختلف المحافظات. وتطرق اللقاء إلى الخطوات المقبلة من تنفيذ مشروع المصحف الشريف وتنقيحه وطباعته كأول مصحف يمني من نوعه. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 67,000 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن هذا العام، كما أشارت منظمات حقوقية بأن ميليشيات الحوثي تستغلهم وتجندهم للقتال في صفوفها. أزمات تلاحق البلاد، ما أن تنتهي واحدة إلا والأخرى تلوح في الأفق لتزيد من تعقيد المشهد وتربك الوضع الإنساني، وآخرها أزمة النزوح التي تعاني منها البلاد وتؤرق كاهل الحكومة. منظمة الهجرة الدولية أعلنت دخول عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي اليمنية خلال العام الجاري. وقالت المنظمة الدولية في تغريدة لها على تويتر إن حوالي 67,000 مهاجر وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن هذا العام،
بحسب مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها. وذكرت المنظمة أنها تقوم بتوثيق وصول المهاجرين إلى السواحل اليمنية يومياً، داعية إلى تكريس المزيد من الجهود لحماية ومساعدة الأشخاص المنتقلين. وتزايدت أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن من إفريقيا خلال العام الحالي، رغم الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد جراء الحرب الدامية منذ 8 سنوات. ومؤخرا أعلنت منظمة الهجرة مقتل أكثر من 500 مهاجر في البلاد خلال سنوات الحرب التي أشعلت فتيلها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. وتؤكد التقارير أن ميليشيات الحوثي تجبر المهاجرين الأفارقة على التجنيد والقتال في صفوفها. ووفقا للتقارير فإن ميليشيات الحوثي تستخدم طريقتين لاستقطاب الإثيوبيين للقتال ضمن صفوفها. الأولى تتمثل في الترغيب من خلال تقديم وعود بالحصول على المال، فيما الأخرى تتم عبر الاعتقال باستخدام القوة. ويأتي لجوء الميليشيات الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة الشباب والأطفال في الوقت الذي فشلت فيه بحسب مراقبين في إقناع اليمنيين بالانخراط للقتال في صفوفها. برعاية وتمويل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، افتتح معرض المبدعين والمخترعين الذي أطلقته السلطة المحلية ممثلة بقطاع الشباب. المزيد في هذا التقرير. في إطار البرنامج الوطني للشباب، نظم قطاع الشباب بديوان المحافظة مسار معرض المبدعين والمخترعين برعاية وتمويل معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا وإشراف جامعة عدن. نسعى من خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة، من خلال تحشيدنا للحكومة، لرجال المال والأعمال والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لنقول لهم أن اليوم عدن هي مصدر، هي مدينة السلام، مدينة الإبداع. نقول بهؤلاء نستطيع أن نبني الوطن، ونقول لهم شكرا جزيلا ونفخر بكم. طبعا احنا اليوم فتحنا المجال وعطينا الفرصة لكل الشباب في هذا الحدث أو في هذا المعرض بأن يبدعوا بكل مشاريعهم، ليكون هناك الجهات المعنية للحضور والمتابعة لهذه المشاريع، من المشاريع الإبداعية وكذلك من المشاريع المخترعين في العاصمة عدن. معرض المبدعين والمخترعين ضم 50 اختراع وابتكار لشباب من الجنسين في عدد من المجالات. مشروعنا هو جهاز تنفس اصطناعي مفتوح المصدر، يعني يقدر حتى مع الزمن لو قزع وقت يقدر اي حد يطوره. وثاني شيء يعني اقل تكلفته من تكلفه الجهاز الاصلي اللي تقدر تكلفته بالملايين. وحقا ان شاء الله الجهاز بالمستقبل وهي دحت تبناه واصطلحت في شركات يعني تصنعه بيفيد اقتصاد الدوله، لانه هذا باقل تكلفه صلحناه من الجهاز الام اللي تقدر تكلفته بالملايين. وجهازنا يعني سهل حد يستخدمه وسهل الجميع استخدامه. عملنا كرسي، عملنا لوح شمسي علشان يستفيد من أشعة الشمس، وعملنا للمستشار الألتراسونيك يستشار إذا كان في شخص يشغل المراوح واللمبات، إذا كان ما فيش يتوقف علشان ميستهلكش كتير طاقة. وعملنا بشاحن تفصيل للطلاب الجامعة يشحنوا جوالاتهم الذكية. صراحة تطور غير مسبوق، وإنجازات من شباب إبداع، أفكار خارج الصندوق، وحلو إنه المجتمع الآن بدأ يشجع المواهب لوجه النور. وبصراحة أفكار ما كنت متخيلة إني باجي كزائرة وأشوف دي الأفكار تعاصر التكنولوجيا بعصرنا حاليا، وممكن المجتمع يستفيد فيه بحاجات كثيرة. مساحة جديدة لتشجيع الشباب المبتكر والتعرف على الكفاءات النوعية التي يمكن تبنيها واستثمارها لإدماجها في سوق العمل وعملية التنمية. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. نشرة متواصلة وتتابعونا فيها. محافظة سوق قطرة تشيد بجهود مؤسسة الشيخ خليفة في فتح الطرق بعد المنخفض الجوي.
بكم من جديد. أكد وكيل محافظة سقطرى الرائد الجريب استكمال فتح الطرق المغلقة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المحافظة بدعم وجهود مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. أوضح الجريبي أن الطرق التي تمت إعادة فتحها هي طرق سلبة وحديبو وحيبق ومعبد في الشرقية، وهي طرق رئيسية تربط مدينة حديبو من الجهتين الشرقية والغربية. شهدت محافظة سقطرى منذ مساء الأحد الماضي أمطارا غزيرة شملت كافة مناطقها وجزرها. عقد بمديرية موزة لقاء تنظيمي برئاسة النائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ناصر باجيل. أكد باجيل أن عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي العميد الركن طارق صالح حريص على تواجد قيادة المكتب بين أبناء موزة للاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم والعمل على تجاوزها. وأضاف أن تواجد قيادة المكتب السياسي يعكس الرغبة الصادقة على مساعدة أبناء المديرية على تجاوز آثار ومخلفات دمار الحرب. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري في لقاء مع إدارة مؤسسة الكهرباء الخطط والمقترحات الكفيلة بضمان استقرار التيار الكهربائي. واستعرض اللقاء الاحتياجات الضرورية لمحطات التوليد من زيوت وقطع غيار، بالإضافة إلى التموين المطلوب من مادة الديزل لتشغيل محطات بدرة والغرف والمحطة الرئيسية. أكد العامري على ضرورة العمل على البرنامج التطويري للمنظومة الكهربائية بشراكة بين الإدارات المختلفة. أما الآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى آخر أخبار الرياضة. ألغت السلطات الأرجنتينية موكبة للاحتفال بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم بعد أن نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع، بما أجبر اتحاد كرة القدم على تنظيم عودة جوية للاعبين. وتدفق الملايون من الأرجنتينيين المتحمسين على شوارع بوينس آيرس لتحية المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم بقيادة النجم ليونيل ميسي، حيث أدت الحشود ضخمة لإيقاف الحافلة المكشوفة للاعبين. ولم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى وسط بوينس آيرس كما هو مخطط بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود. هذا وشهدت عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس احتفالات هائلة مع امتلاء طرقها بملايين المواطنين لرؤية لاعبي منتخبهم الفائز بكأس العالم لكرة القدم. نتابع. حتى المنتخب المغربي يوم أمس الثلاثاء الرحال بالعاصمة الرباط بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم. أقامت حافلة المنتخب المغربي المكشوفة بجولة كبيرة وسط حضور جماهيري غفير. وفي أعقاب الجولة وصل أسود الأطلس إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي الملك محمد السادس باستقبال مميز. وكان أسود الأطلس حققوا إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال. وأما الآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. تحديد موعد 17 من يناير لانعقاد المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن. وبعد نجاح القوات الجنوبية في شل قدراتها تنظيم القاعدة الإرهابية الجاؤوا لشن حرب بالعبوات الناسفة ضد القوات الجنوبية في شبوة وأبيان. مصادر إعلامية تكشف عن نية ميليشيات الحوثي لإطلاق سراح نحو 25 ألف سجين من الجماعات الإرهابية مقابل انضمامهم لجبهة القتال. نلقاكم مجددا على خير في أمان الله.
We'll be right back.